بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيديو من العيار التقيل النهاردة يا جماعة، جايين من كنز لمليات العمرية اللي هي قطن 100%. هنتفرج على السادة وهنتفرج على الماتشنج، ده غير بقى النهاردة هنتفرج على أحدث صيحة في المليات اللي هي البراندات. هنشوف حاجات حلوة جدا جوه الفيديو بالأسعار بكل حاجة. أما الكوفيرتا بقى مش هقدر أقول لكم، بصوا الجمال بعينيكم، عندنا الجاهز والتفصيل. في كمان ان شاء الله النهاردة هنتفرج على احدث كوفيرتا نزلت السوق، حاجة كده من الاخر، وهنعرف طبعا اسعارها والوانها الجامدة دي، وكمان الكوفيرتا الجاكور. ايه كمان النهاردة المليات بقى اللي هي بتتعمل التركي الجامدة دي عندنا النهاردة في مصر وبارخص الاسعار. يلا بسرعة ندخل على الفيديو. اول حاجة احنا في محافظة اسكندرية، طبعا المحطة دي اسمها الاويري، دي بتبقى بعد المنشية. اركبي اي حاجة من المنشية كأنها رايحة على بحري، هتنزلي هتلاقي جلاتي عزة كده على قمة الشارع ده، هتدخلي الشارع وتعدي شريط الترام، هتلاقي شريط للترام، هتفضلي ماشية تلاقي اليكس ماركت اهو، تمام، عديه برضو وافضلي ماشية، على فكرة مش هتمشي كتير لغاية ما نلاقي ايه كمان عندنا، هي كمان اولاد فوزي عياد، هنلاقي عربية الفول دي، هندخل بقى الشارع علشان النهاردة نعمل الجولة بتاعتنا في ملايتي جاليري. نبتدي بقى النهاردة ان شاء الله الفيديو بتاعنا الجامد اللي الناس كلها سألتني عليه، جايلكم النهاردة من ملايتي يا جماعة. الاول نقول السلام عليكم، ازيك حسين عامل ايه؟ كل سنة وانت طيب. ملايتي النهاردة مقدمة لنا ايه في الحاجات الحلوة؟ انتوا الاول اللي بتنتجوا العمرية وايه تاني؟ تمام. يعني احسن حاجات. بصوا يا جماعه المكان بسم الله ما شاء الله، يعني عايزه اقول لكم منبع، تعالوا بقى كده نتفرج. دي لسه جايه جديده. كل الكلام ده لسه اللي هو الكوليكشن الجديد. ده منه عمريه ومنه اللي هو الخامه البروشيه. الخامه العمريه والبروشيه يا جماعه، طبعا انتوا عارفين الحاجات دي بتبقى قطن. المتر بقى بكام؟ بصي ده بيبدا من اول 40. من اول 40 جنيه. يعني في حاجات ب 40، 45، 50. ايوه. 60، 70. بصوا الاشكال، في حاجات كده وفي حاجات ساده. ده احنا دلوقتي كمان هنتفرج لو حضرتك عايزه تعملي ميكس اهي. بصوا يا جماعه في حاجات بتبتدي من 40 و45، عندنا كمان برضو نفس القصه. عندنا هنا كمان. بصوا الالوان يا جماعه، المعرض كله طبعا كلهم في وسط بعض، مش كلهم محطوطين في حته واحده. يعني مش حاطط مثلا اللي هو ب 60 جنيه مع بعض، لا كلهم في وسط بعض عشان الالوان، عشان تناسق الالوان بس. تمام، عشان تناسق الالوان. وفي برضو نفس الحكايه دي، بصوا الملايه دي رقيقه جدا وبسيطه برضو، من 40 و45 جنيه، زي ما قلنا خامات عاليه جدا يا جماعه. على فكره هبقى اوريكم برضو ان هنا لو حضرتك مثلا ما عندكيش حد يخيط لك، في هنا في المكان ناس تفصيل، في نفس في الوقت نفسه، بعد ربع ساعه بتستلمي، تستلمي في وقتها لو مفيش اوردرات موجوده عندنا. تمام، لو في اوردرات وبتاع بنحدد لحضرتك ميعاد يعني تستلمي فيه. تمام، وهنا طبعا ايه هتبقوا برضو حتى سعر الخياطه هيبقى اقل. هنا بقى كمان التشكيله دي يا جماعه، بصوا الالوان، عايزه بس افرجكم على جمال الالوان بقى وشياكتها. الناس اللي بتدور بقى اللي عايزه تعملي ماتشنج بين المزجزج ده والملون اللي جنبه بقى، ده كمان ايه ده برضو في منه قطن العمريه. وفي حاجه كده ايه بقى دي نازله جديده، ده نازل جديد، بس دي بتبقى عباره عن اللي هي الملايه. تمام دي بيطلع منها الملايه. ايوه، والمخده ملايه ومخده. تمام، حلو. والخدوديات بتطلع من هنا كده. هي نازله متحدده، ده ماتشنج برضو كده يا حسين مش كده؟ طبعا. بيبقى دي الخدوديات، واللي تحت يا جماعه ده الملايه والمخدات. برضو نفس السعر ده؟ ده ب 70 جنيه. ده ب 70 بقى، دي حاجه جديده نازله. بصوا يا جماعه شكلها عامل ازاي؟ مكتوب عليها اهي رايد سبورتر. تمام، حلو جدا. بصوا الشكل بقى، حاجه بقى ملوكي بقى. تمام، الله ينور. دي الحاجات الجديده. دي كده جديد. كل الحاجات يعتبر جديده. تمام، ايه تاني بقى احدث صيحه؟ بس كنت عايز اشوف ده اللي هو الساده اللي وراك ده يا حسين لو سمحت. دي كوفيرتا ساده. هنتكلم بقى على الكوفيرتا بقى بعدين. كوفيرتاتنا خلوها بعد الملايه. ماشي، بصوا يا جماعه الجمال، يلا شايفين الفراولات دي على سراير البنات بقى والسراير الحلوه بقى. حاجه تانيه نفس فكره الطقم ده كده. تمام، بصوا يا جماعه نفس فكره الطقم اللي شفناه الملوكي ده. بصوا ده بتبقى عامله زي البراندات كده. ايوه طبعا. بصوا يا جماعه ده برضو ده فيرزاتشي ده ولا ايه؟ ده بيربري يا جماعه، انتوا عارفين البراندات بتاعت بيربري بقى وفيرزاتشي والحاجات اللي احنا عارفينها دي، حتى عملوها على ملايات السرير. بصوا اهي،
والسوشياكا ده بقى هيبقى ايه؟ ده الملايه؟ دي كده الخدديات. دي الخدديات هتبقى البربري ده. طبعا حاجه غايه في الشياكه بصراحه، حاجه ترندي خالص. اخر شياكه، بصوا يا جماعه دي بقى الملايه بصوا الشكل بقى بيبقى عامل ازاي، شايفين الماتشنج بقى، متخيلين؟ طبعا الاطقم دي بتتباع بتبقى غاليه جدا. المتر برضو منها بكام بقى دي؟ المتر ب 70 جنيه برضو. ب 70 برضو، نفس قصه التاني اللي احنا شفناه. في منه اشكال تانية ولا هو بيربري بس منه مثلا؟ في منه اشكال تانية. ماشي نشوفها برضو عشان لو حضراتكم محتاجين حاجه زي كده. في حاجه كده كمان اهي شكل تاني برضو، اللي هو الماتشنج الجديد، الماتشنج الجديد اللي هو فيه الحاجتين مشجرين. دي الملايه بالمخدة. ايوه بصوا بقى، ودي التربعتين بتوعها، دي اللي تحت دي ملايه ومخده. الحاجات دي بالنسبه للعرايس بتتفرم عامه، يعني بتتعمل ايه؟ بتتفرم، يعني اول ما بتيجي تخلص. لان العرايس عايزه طبعا الموضه. ربنا يا رب يفرح كل البنات يا رب والعرايس الحلوه. بصوا يا جماعه دي برضو براند تاني، دي بولو كلاب. عندك بقى اكتر من موديل واكتر من براند ب 70 برضو. 70 حلو قوي. بصوا يا جماعه المعرض لحضرتك، يعني هو المعرض كله حاجات جديده، متعلق حاجات جديده، كلها حاجات جديده. احنا النهارده جايين عشان نجيب لكم كل الجديد من معرض ملايتي. بصوا يا جماعه الشياكه في الماتشنج بقى، هاتي بقى واعملي الماتشنج اللي انت عايزاه. شايفين الالوان وجمالها؟ طبعا على فكره هنا المعرض ما بيبيعش ملايات بس، ده كده انا بفرجكم عشان برضو كانكم كده في زياره معايا. بصوا الجمال بقى والحلاوه، بصوا الحاجات الحلوه. طب بالنسبه للساده والمشجر، الموجوده القطعه دي كده نفس الساده ومشجر صح؟ اللي ساده ومشجر. السيشن اللي موجود ده كله ساده ومشجر؟ لا هو المعرض كله خلي بالك فيه ساده ومشجر. المعرض كله، يعني هو المعرض كله متعلق كده ساده ومشجر، ساده ومشجر عشان الماتشنج، لان هنا بيعملوا احدث حاجه طالعه. الناس بتحب المخدات اللي تبقى ساده يعني. بصوا يا جماعه، بصوا البنانه ده والفلامينجو بقى، وكمان بصوا حديقه الحيوان تحت كلها اهي. كل الحاجات دي عندنا ب 40 وب 45. في برده الرسمه دي حلوه، بصوا الرسمه، بصوا القطه دي كات. بصوا الرسمه دي، دي بقى بتفرشيه كانك قاعده على السحاب، هو ظهره سحاب والظهر التاني حديقه الحيوان. بصوا يا جماعه دي اطفال برده. دي بكام دي؟ دي المتر بتاعها ب 45. ب 45 تمام، الله ينور. وزي ما حضرتك عايزه، بصوا الشخابيط برده دي حلوه قوي. بص رسومات الاطفال دي حلوه جدا. 45 برضو؟ لا دي ب 70. دي ب 70. دي اشيك بقى بصراحه، دي جميله قوي. تمام الله ينور. عندنا برضو هنا ايه تاني في المعرض غير الملايات بقى؟ في كوفرتات بقى، ممكن كده كوفرتات عاديه. دي بقى كوفرتات بالمتر. دي كوفرتات بالمتر. في حاجات منهم ب 80 جنيه، حاجات ب 75 جنيه. وريني بقى، حاجات ب 90. وريني الاشكال كده وقول لي عليها يا محمد. اشكال كل الكوفرتات دي كده. بصوا الاشكال بتاعتها، في من اول كام قلنا؟ 80. من اول 75 جنيه. من اول 75 جنيه المتر. هي عرضها كام؟ 2 متر 40. في حاجات عرضها 2.80. 2.80 او 2 متر 40 على حسب ما حضرتك عايزه. وبرده لو عايزه حضرتك تفصليها في نفس المكان برده بتتفصل، يا اما وانت موجوده يا اما بيدوكي ميعاد تاني. تمام. طبعا ادي اشكالها اهي. تعالوا بقى افرجكم كمان على الكوفرتيات الجاهزه، لو مستعجله مثلا مش عايزه قماش، في حاجه عايزه تعمليها على مزاجك اهي. في الجاهز اهو كمان. بصوا يا جماعه دي كوفرتيات جاهزه. دي الواحدة بكام بقى وكم قطعة؟ دي كوفرتة عاملة 220، كوفرتة صغيرة. معاها كوفرتة بخددية. كوفرتة بخددية 220، والكبيرة؟ والكبيرة عاملة 320، معاها 2 خددية. الكبيرة 2 خددية ب 300؟ 320. تمام الله ينور. تمام. أشكال بقى، بصوا يا جماعة أشكال كتيرة قوي، مش الشكل ده بس. كل الأشكال اللي حضرتك صورتيها على الأرض هنا موجودة، هنا موجودة هنا؟ منها جاهز للي عايز ياخد ويمشي على طول يعني. وكمان انا لفت نظري يا جماعه اللي هو بتاع ايكيا، كمان الحاجات بتاعت ايكيا دي اللي هي المزجزج ده. عايزين نشوفه برده. في بقى بصوا الحاجات اللي هي زي دي كده، ده بقى الترندي بقى بتاع السنه دي كده. بصوا يا جماعه حاجه زي كده، دي جديده بقى. حلوه. كوفرت اسمها ايه؟ كوفرتة دي شرشير. اسمها شراشير. دي برده 3 الا ربع، 2 متر 40. دي بتنزل كبيره، كوفرتة سير كبير. تمام دي كده جاهزه عامله 280. هي بتبقى كده معاش خدديات او حاجه؟ لا هي بتنزل كوفرته بس، في ناس بتاخدها تعملها كوفرته وفي ناس بتفرشها على الانتريه. والله اللي تبقى زي مثلا بياضات وكده. بالظبط كده. حلو قوي. الله بصوا اللون ده، قلنا بكام هي؟ دي 280. 280 عندنا منها كذا لون يا جماعه. في منها كذا لون. بصوا شكلها عامل ازاي، خامتها حلوه كمان. بصوا الشكل ده
على فكره تبقى حاجه يعني كده ايه شياكه قوي برده. جديده على فكره دي موجوده في كذا مكان يعني تتباع في كذا مكان وسعرها اعلى من كده بكتير. حلو قوي. تمام عندنا ايه تاني بقى النهارده؟ كوفرتا كابوتونيه. اه كوفرتا الكابوتونيه اللي مكسره الدنيا. دي العمريه برده؟ دي العمريه. اي قماش من هنا بتنقيه بيتعمل لك كوفرتا كابوتونيه. حلو قوي. بكام بقى الكابوتونيه؟ التفصيل الكبيره 250. تفصيله تفصيل بس 250 غير قماشها. تمام تمام. والصغيره عامله 225 تفصيله. 225. طب لو خدتها جاهزه كده دي كده ممكن تعمل معاك 475 على حسب الماتيريال اللي انت منقياه. تمام على حسب يعني الماتيريال. الماتيريال لو ب 40 جنيه هتعمل 450. تمام. لو 45 هتعمل 475. حلو قوي. ايه تاني عندنا النهارده في ملايتي غير الكوفرتا اللي هي كوفرتيات طبعا القطن دي الحاجات العمريه بقى الشياكه والتقومه الجميله والبراندات اللي شفناها. تعالوا بقى ندخل كمان نتفرج كمان يا جماعه على حاجات تانية. كوفرتا بقى دي ساده. دي كوفرتا ساده اسمها كوفرتا جاكار. كوفرتا جاكار. انتوا عارفين الجاكار بتبقى زي الساده بس بتبقى الرسمه كده منها فيها. دي بكام المتر دي حسين؟ دي المتر بتاعها عامل 80 جنيه. 80 جنيه تمام. وطبعا تفصيل انا عايزه افرجكم. بصوا يا جماعه ادي المكان اللي هو خاص بالتفصيل زي ما حضراتكم مش طبعا في ناس بتبقى قاعده عليه مدموزلات وستات بيبقوا عم يعملوا لكم الحاجات في ساعتها ان شاء الله. تمام. قلنا برضو نلفت نظر حضراتكم. عندنا ايه تاني؟ ده قطن ستان. ده اسمه قطن ستان سترايب. ده اللي سترايب. هو بتاع الفنادق. ايوه ده اللي انا بشوفه. تقومه اللي هي بتبقى زي التركي كده بتبقى واو. موجوده وناس كتيره بتعمل منها وشكلها تحفه فعلا. الله بصوا اللون الروز ده يا جماعه. وبصوا الدرجه الثانيه من الموف. دي بكام دي يا حسين؟ ده المتر بتاعه عامل 65. في متر منه برده عامل 75. يعني على حسب العرض. العرض ده بكام؟ 62 وفي عرض 82. 62 بكام؟ 62 ب 65 ب 65 و 82 ب 75 جنيه. حلوه قوي. ودي من الكوفرتيات دي مشجره. الكوفرتيات عرضها 2 متر 80. حلوه قوي. فيها حاجات عامله 80 جنيه وحاجات عامله 90 جنيه. تمام. الله ينور. الله ينور عليكم. طبعا احنا عملنا كده جوله في المحل. في حاجات تانية هنا جديده النهارده ولا ايه؟ في بقى اي شكل يا جماعه ممكن كمان لان هم عندهم لحفه كمان جاهزه. اي شكل ممكن يتعمل لحاف. اي شكل يتعمل لحاف. التفصيل عاملين لحضرتك 30 جنيه على اي طقم عادي. يعني أستك. لو انا جيت عملت طقم بتاخده 30 جنيه. اي طقم عادي استك 35 جنيه. تمام. على فكره يا جماعه للناس اللي عايزه شحن لان طبعا منظر المعروضات اصلا يجنن. عايزه اقول لكم باذن الله ان شاء الله على الستوري هبقى مفرجاكم على حاجات كتير جدا وصور كتير. طيب في شحن بقى؟ بصي في احنا عندنا شحن في داخل اسكندريه. تمام. في اماكن ب 30 واماكن ب 50. داخل اسكندريه. داخل اسكندريه وفي الساحل استاذ احمد عامل عرض فور فري. فور فري يا جماعه مجانا في الساحل. تمام. ده البيج بتاعنا على الفيسبوك والانستجرام. ادي الكارت اهو في البيج بتاع الانستجرام والفيس. ودي التليفونات. دي التليفونات بتاع الشحن. ده التليفونات بتاعت الشحن. ده تليفونات الشحن يا جماعه عشان لو عايز. وكده كده انا هكتبها طبعا في. واحنا هنا عاملين كيو ار خاص بالمحل عشان في ناس عامله نفس الاسم وكل حاجه. فاحنا سهلنا هنا ان في كيو ار. تمام. الكاميرا هتعدي عليه هيدخل على البيج على طول. حلو جدا. تمام اهو يا جماعه برده قدام حضراتكم اهو. طبعا عايزه اقول لكم اخر جمال. في حاجه تانية يا حسين هنشوفها كده؟ تمام. تمام ماشي. متشكرين جدا. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا رب. الفيديو يكون عجب حضراتكم. ما تنسوناش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.